أنه في بعض البلدان تجدهم يطوفون على القبور ويذبحون لغير الله ويتقربون بأعمالهم لغير الله سبحانه وتعالى، والدعاء يوجهونه لغير الله، يا فلان أغثنا، يا فلان المدد المدد، كل هذا من الشرك. من المسائل المهمة التي يجب على المسلم أن يتنبه إليها، وهي أن المرء مهما يعمل من عبادات، من صلاة وصيام وقيام وحج وقيام ليل، يقوم بجميع هذه العبادات لكنه يشرك مع الله سبحانه وتعالى، فنقول إن جميع هذه الأعمال لا قيمة لها. والدليل ما ذكرناه لكم في الآيات السابقة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلذلك نجد من أمثلة ذلك عندما نتكلم في مثل هذه المسائل، يجب أن نقرب مثل هذه المسائل لطالب العلم حتى يرى ما حوله مما يحصل أحيانا من بعض المخالفات، لكي ينبه الناس، والدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة والدلالة على الخير ومحبة الخير للناس، وأنهم يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. نجد أنه في بعض البلدان تجدهم يطوفون على القبور ويذبحون لغير الله ويتقربون بأعمالهم لغير الله سبحانه وتعالى، والدعاء يوجهونه لغير الله، يا فلان أغثنا، يا فلان المدد المدد، كل هذا من الشرك. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا كان الله قريب من عبده وهو يقول ذلك في كتابه ويخاطب عباده، ومع ذلك تجد هؤلاء يقولون وما ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. سبحان الله، الله يقول في كتابه وبين ذلك وإذا سألك عبادي فإني قريب، وهؤلاء يجعلون الواسطة في دعائهم مع أناس لا ينفعون ولا يضرون. هذا مثال على ذلك. أيضا هناك أيضا بعض الجماعات من تقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويكون عندهم محبة للخير، ولكنهم لم يوفقوا إلى العلم ولم يوفقوا بالدعوة الصحيحة، ولذلك تجدهم قد خالط بعض هذه الأعمال، خالط الشرك في دعوتهم وفي توجيههم، وأيضا ما يتعلق بإقرار الشرك. لما يذهب داعية إلى بلد من البلدان ثم يعرف بأنه داعية وجاء للدعوة، ثم إذا تكلم مع هؤلاء لا ينكر عليهم الشرك، ماذا يحصل في حال هؤلاء؟ ماذا سيحصل؟ هم يظنون أنهم على خير لأنه لم ينكر هذا الشرك. لذلك يجب على طالب العلم إذا رأى المنكر أن يبين لصاحب أو مرتكب هذا الخطأ، وخاصة إذا كان هذا الأمر متعلق بماذا؟ إذا كان متعلق بأمر وهو التوحيد والعقيدة، وإذا وقع أيضا في الشرك.